أقام قسم الصيدلة بالمستشفى الأميري احتفالية بمناسبة يوم الصيدلي العالمي، نظراً لدور الصيدلي المميز في تطوير المنظومة الصحية باعتباره عنصراً مهماً في الجسد الطبي. وتخلل الاحتفالية عدة فعاليات توعوية للمرضى والهيئة الطبية، بالإضافة إلى خدمة فحص السكري وضغط الدم والكوليسترول للمرضى، وذلك بحضور جهات عدة وتواجد الزميل الإعلامي الدكتور خالد الشطي، الذي أكد على الدور الفعال الذي يقوم به الصيدلي في المنظومة الصحية. الصيدلانية فاطمة الخضر، رئيسة قسم الصيدلة في مستشفى الأميري. شهر سبتمبر شهر الاحتفال بيوم الصيدلي العالمي، لنسلط الضوء على دور الصيدلي الهام في تطوير المنظومة الصحية، فهو جزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية، وقد قمنا بتطوير الخدمات المقدمة للمرضى، ومنها الاستشارات الدوائية عن بعد، خدمة الصيدلة الإلكترونية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الوصفة الإلكترونية. بهذه المناسبة أتقدم بجزيل الشكر لإدارة المستشفى الأميري ولزملاء الصيادلة في جميع أنحاء العالم. معكم الصيدلانية خديجة مولا يوسف من مستشفى الأميري صيدلية الحوادث. إحنا موضوعنا رح يتكلم عن تاريخ صلاحية بعد الفتح. في كثير من الناس يعتقدون أن الأدوية تاريخ صلاحيتها يعتمد على الدواء، يشوف تاريخ صلاحية من خلف العلبة ويمشي عليها، بس في أدوية بعد تاريخ الفتح تاريخ الصلاحية يتغير عندها. فمثلا عندنا احنا المضادات الحيوية خاصة للأطفال بعد تحضيرها تاريخ صلاحيتها على حسب الشركة المصنعة لها وعلى حسب نوع المادة تختلف. فاحنا عندنا احنا بروشرات حاطين لتعليم المرضى خاصة عندهم أطفال، والحين مع موسم البرد والأمراض ومع المدارس، ان لما ياخذ المضاد الحيوي ترى في تاريخ صلاحية يمشون عليها، ممكن تتراوح من أسبوع لأسبوعين. صيدلانية فاطمة فخرة، صيدلي كلينيكي في مستشفى الأميري. اليوم متواجدين في يوم الصيدلي العالمي في مستشفى الأميري كوحدة الصيدلة الكلينيكية لنزيد المرضى ونثقفهم على اتخاذ الأدوية بشكل الصحيح والآمن لتجنب الأعراض الجانبية، ونساعدهم على إدارة الأدوية العلاجية. معكم الصيدلي يوسف أكبر مستشفى الأميري. اليوم احنا باحتفالية يوم الصيدلة العالمي بمستشفى الأميري مع زملائنا الصيادلة. تميز مستشفى الأميري وصيدلة مستشفى الأميري عن باقي الصيدليات الوصفة الإلكترونية. الوصفة الإلكترونية باختصار المريض يدش مستشفى الأميري ويطلع من مستشفى الأميري من غير أي ورقة، كل شيء راح يكون فيه الوصفة الإلكترونية، صرف العلاج، المراجعات الصيدلية يكون عن طريق الوصفة الإلكترونية. إيمانا بدور الصيدلي في تطوير المنظومة الصحية، يتشرف قسم الصيدلية بمستشفى الأميري بالدعوة الكريمة اللي تلقيتها من خلال الشرح الوافي الكافي لبعض الأدوية والطريقة والمنظومة الصحية لإخواننا وخواتنا المرضى. كان الشرح وافي وكافي، وهذا الملتقى سنويا يوم 25 من شهر 9 بكل سنة يقام هذا الملتقى. وبالفعل خواتنا ما شاء الله تبارك الرحمن كان الشرح عندهم مميز وكان تفصيلي. شوف الكويت شلون تعطي البعيد والجريب، هذه ديرتنا نحافظ عليها ونحافظ على الأدوية.